استعاذة بالله من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا من علا فرأى ما في الغيوب وما تحت الثرى وظلام الليل منسدل، أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه، أنت الدليل لمن حارت به الحيل. إنا قصدناك والآمال واثقة والكل يدعوك ملهوف ومبتهل، فإن عفوت فذو فضل وذو كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العدل. أيها الإخوة المؤمنون، أيها المعزون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من هذه الساحة الطاهرة، ساحة القرآن الكريم، حيث اجتمعنا تكريما لراحل كريم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يتغمده بواسع رحمته. هيا بنا تسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم ونستمع خاشعين منصتين لكلام رب العالمين، وذلكم العلم القرآني الكبير، فخر قراء جمهورية مصر العربية، القارئ الذي تشرف به الإذاعات المصرية والقنوات الفضائية، ودائما وأبدا يشرفنا في المحافل الدولية، والمقيم بكفر الحمدية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان. يتفضل فضيلته يمتعنا بأحلى كلام ينطقه اللسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
وإذا لم تأتهم بآية قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر واذكر ربك في نفسك ودون الجهر من القول ويسبحون
فاتقوا الله يا سلام
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما يوم يوم
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا وما جعله الله إلا بشرى
وما جعلهم الله إلا بشرى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، من أواخر سورة الأعراف وصدر سورة الأنفال، تلا علينا فضيلة القارئ الكروات، فضيلة الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ بالإذاعات المصرية والقنوات الفضائية وفخر قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بقفر الحمدية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك عبر الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية تحت إشراف وإدارة الباشمهندس السيد جابر عيسى المقيم لمدينة منوف بمحافظة المنوفية. وأما عن مخازن الفراش الحديث الكبرى وقصر قصور الضيافة المتنقلة تحت إشراف وإدارة الحاج فاروق سليم وأولاده المقيمين بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، قام بتقديم واجب الضيافة أحدث الخدمات الفندقية تحت إشراف وإدارة المتر يحيى الإليجي المقيم بمدينة سيرس الليان بمحافظة المنوفية. قام بتصوير هذا العزاء الباشمهندس محمود الطعيمة كبير مصوري الحفلات الدينية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية والمقيم بشوشاي مركز أشمون بمحافظة المنوفية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم فقيدنا ببركة القرآن الكريم نيابة عن عائلات المغفور له بإذن الله تبارك وتعالى
الذين يتقدمون لحضراتكم جميعا بخالص الشكر والتقدير على تأدية واجب العزاء. أيها المعزون الكرام، فضيلة القارئ الشيخ وليد عبية، قارئ جليل من قراء وسفراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي كله، والمقيم بمدينة سرسليان بمحافظة المنوفية، نستمع إلى فضيلته بعد قليل.